نتعلم ازاي نحول اي رقم عشري لرقم ثنائي، الاول بشكل يدوي وبعدين هنشوف ده باستخدام الآلة الحاسبة. ناخد مثال، وليكن مثلا ان احنا عاوزين نحول الرقم العشري 13 الى الكود الثنائي المقابل له، فبنيجي نعمل كل اللي احنا بنعمله، بنحط رقم 13 وبنقسمه على 2. وعملية القسم هنا بمعنى ايه بقى؟ بمعنى ان احنا عاوزين نشوف الرقم اللي احنا بنقسمه يحتوي على كام 2. 13 على 2، 13 فيها كام 2؟ 13 فيها 6 2، بس كده هيتبقى 1، هو ده اللي احنا عاوزينه. الواحد اللي هيتبقى ده هنكتبه، 13 على 2 فيها 6 بقى 1. نيجي هنا نقول 13 على 2 فيها 6 ويتبقى 1. الواحد هنكتبه كده بشكل رأسي، وبعدين 6 هنقسمها على 2، 6 على 2 تدينا كام بقى؟ 6 على 2، 6 على 2 فيها 3، 6 على 2 فيها 3 وما يتبقاش حاجة، يبقى 6 على 2 فيها 3 ويتبقى 0. نكتب الصفر تحت الواحد، بعد كده 3 على 2 بمعنى 3 فيها كام 2. 3 فيها 3 فيها كام 2؟ 3 فيها 2 واحدة ويتبقى 1، يبقى 3 على 2 فيها 1، 3 على 2 فيها 1 ويتبقى 1. الواحد اللي هيتبقى هنكتبه 1 على 2 بمعنى هو الواحد فيه كام 2؟ طبعا الواحد مفهوش ولا 2، واحد على 2 بيدينا 0. طب ما بالشكل ده الواحد هيتبقى زي ما هو، يبقى 1 على 2 فيها 0، والواحد هيتبقى زي ما هو، يبقى ده الرقم الثنائي بقى، هو ده اللي ظهر هنا، ده بيعبر عن الرقم الثنائي مقابل للرقم 13. اللي موجود في الأعلى هنكتبه على اليمين، فيبقى الشكل النهائي للرقم الثنائي بتاعنا هيبقى 1 0 1 1 1 0 1 1، اللي فوق بنكتبه على اليمين واللي تحت بيبقى على الشمال. بعد كده ان شاء الله هنشوف ازاي بقى نحول الرقم الثنائي مرة تانية لرقم عشري.